ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي اللي وقع للمؤثرة إيمان ما تبغيش لعدوك. قصة إيمان يمكن أن تكون قصة فيلم دراما كئيبة، فقد تعرضت هذه السيدة لصدمة العمر بعدما كانت تعطي نصائح للشابات المقبلات على الزواج لتصبح مادة دسمة للقيل والقال. فقد أكدت هذه المؤثرة أنها حينما كانت رفقة زوجها في جولة سياحية بتركيا في قمة الرومانسية والسعادة، كان زوجها قد تقدم عبر محاميه بطلب الطلاق في نفس الفترة. هذه الوقائع سببت لها صدمة العمر وخيبة أمل كبيرة. إلى ذلك، فقد وجه النشطاء نصائح إلى هذه السيدة بضرورة الصبر عند الشدائد وأن تجعل يقينها بالله عز وجل. ولاد شي راه حلم، هادشي ماشي بصح، هادشي ما كتعيشيش إيمان، ولكن الحمد لله أنا راضية حيت لي دار ربي اللي غتكون. فإذا كتوصلني الورقة ديال الطلاق ديالي ماشي هادي المصيبة، لا المصيبة هي أنني أنا الورقة مدفوعة هاد الشهر الوقيتة اللي أنا مع بات ولادي في تركيا. كيجيب لي الورد كيقول لي مرة عمري تفرق عليك كنبغيك وأنا تيقت خارجين جالسين في أوتيل 5 إتوال كندور كسيين فرحانين كنبغيك إيمان، أنا نشري لك الوردة إيمان. وهادشي كل الناس عارفينه، حتى ستوريات الحمد لله باقين عندي، كلشي عندي فيديوهاتي في تيك توك كلهم فرحانة، وكنقول البنات أنا فرحانة وانتوما شنو غديت. أنا هادشي ماشي صدمة، هادي هادي ما عرفتش أنا شنو هي، ولكن الحمد لله شتي أنا ماشي مصدومة، أنا ما مصدوماش، أنا غير ما عرفتش هادشي شنو هو، ولكن الحمد لله الحمد لله المرأة قوية، أنا عارفة راسي قوية. شوف أنا كنصدم ولكن كنوض، أنا ماشي النوع اللي غتبكي وتجلس تبكي تبكي تبكي، أنا غنوض عارفة راسي غنوض. هو مع هو اللي خرجني، حيت هاديك مني رجعت كنشوف كيفاش هاد الراجل هاد الوقيتة، لا علاش أنا ستوري، أنا كنشوف ستوري، واش أنا واش بصح 19 نهار 19 لا ميمكنش يكون هادشي، وقيلا كاين غلط. لا إيمان وقيلا هادشي ماشي بصح، لا إيمان قولوا لي باش بصح، قولوا لي بصح ماشي بصح هادشي. أنا كنقول البارح كنقول يا ربي نفيق في الصباح يكون هادشي غير ضحك، مي هو هادشي كان باغي. وأنا كنت خارجة سبحان الله ربي دار لي داك السبب، حسيت بأن ربي الله سبحانه وتعالى ما بغانيش نتصدم، حيت أنا في داري في وسط ولادي وتجيني ديك الورقة ما بغانيش نتصدم. هو كان كيقلب لي على سبا ما كانش لاقيها ليا، حيت انا معروفه كنتهلا في راسي ونتهلا في وليداتي ونتهلا في اللي جا كنتهلا فيه ما كل ما قدروش، حتى عائلته ما يقدوش يخبيو هادشي، ما عمرهم يقدو يخبيو، حيت انا كانوا كيقولوا لي انت كديري كلشي، علاش انت زعما كديري كلشي، علاش انت اللي تهلاي، انت اللي نهار ما تباه انا اللي درت كلشي، وكيقولوا لي ناضو كي باش عايروني، عرفتي علاش دفل عليا؟ قال لك علاش انت ديري كلشي، انت توجدي لماما اللباس الابيض وتوجدي لماما وديري لبابا الكفن، علاش هي باغا تبان؟ انا غنبان في الكنازه، انا كنت كنشري دنيتي، كنت حاسه نيتي غتغلب، كانت نيتي غتغلب وليتي غتغلب، وباقا انا ما كنبكيش دابا، حيت انا ما كنبكيش عليه، ما كنبكيش، انا كنبكي على راسي. شتي النصيحه اللي نعطيكم البنات؟ ما تثيقوش، شتي واخا يبوسلك رجليك انا نقولها لك، انا راجلي ما كانش كيقول لي ما تثيقوش ما تثيقوش، وخدموا ديروا علاش ترجعوا، ما تخرجوش والو. 10 سنين الزواج، 10 سنين الزواج، انا فلوس كنت كيعطيني فلوس المصرف، عمري ما خزنت، انا انسانه عمري ما خزنت الفلوس، كان كيعطيني الفلوس ومني كيجي غير شي واحد نعيطو نتهلا ونجبد ونعطيهم، لكن انا ما ندمانش على هذا الشيء، حيت انا تربيت هكاك، تربيت نتهلاو في الناس كما بغاو يكونوا. بغيتي نقول لك شكرا على تريسا، الله يرحم لك الوالدين تريسا اللي رزقتيني، شكرا على هاد الصدمه اللي ما نويتهاش فيك، والله ما نويتها فيك، شكرا يا نصر.